جزاكم الله خير وكتب الله أجركم. ثلاثة وما بناه رجال علموا الدين كانوا لنا في مداهات الدجى سبلا وللمعالي نجوما اشرقت فينا كواكب في ليالينا منوره تضيء الطريق لنا وتهدينا فها هنا باهر الحرب عيسى منذ علمنا فكل فضل له خطا وتلقينا فان قرانا ولو سطرا فان له فضل القراءه حتى في تهجينا أستاذنا الصروي الفد همته تعلو الجبال جهادا والميادين وللعلوم هنا يا سادتي رجل أفنى سنينا طوالا كي ينمينا أبو زياد المعاني فيك قاصرة وكل مدح وشعر ليس يكفينا بذلت عمرك في تعليمنا زمنا حتى بلغنا بكم في العلم تبكينا كيف ننسى الذي بالعلم أبهرنا وبالحسابات أعطانا التمارين مسائل فهمها صعب وسهلها بحيث ألا شكرا مربينا فإن مضيت بعد طول العمر مبتعدا فقد تركت لنا في العلم تدوينا وقامة ليس تدنو بعدما ارتفعت شمس تضيء وتاريخ يغذينا ما ذاك إلا حسين يوم علمنا أنعم به خير أستاذ لماضينا جماح فكر ورأي منه متزن سيبقى ذكرك العالي خالدا به. أستاذنا كلما جئناه أتحفنا وزادنا فوق نطق الحرف تلحينا قاموسه زاخر في كل مفردة الإم والآر يا نظران تكفينا. شكرا جزيلا، شكرا على كل أيام بكم حفلت بكل علم أتى منكم ليروينا فإن تفرقت الأجساد وابتعدت ففي القلوب إذا غبتم تلاقينا ففي القلوب إذا غبتم تلاقينا.